يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أريد السفر فأدركتني الصلاة وأنا لم أسافر بعد، فخرجت من البلد. يقول كنت أريد السفر فأدركتني الصلاة وأنا لم أسافر بعد، فخرجت من البلد وقصرتها، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. تعيد الصلاة لأنها وجبت عليك تامة وأنت في البلد، فتؤديها تامة. نعم.